أولا في جلسة الحكومة اليوم سلم رئيس الوزراء نتنياهو كتاب الإقالة لوزير الصحة وزير الصحة ووزير الداخلية أريا درعي مع إعلان عن بالغ أسفه لهذا الإجراء. طبعا درعي وأيضا رئيس الوزراء يحاولون كافة الأحزاب إيجاد مخرج لهذا الموضوع وتغيير القانون في الكنيست، قانون بحيث يسن قانون التغلب بحيث لا يسن أو لا يسمح لمحكمة العدل العليا إلغاء مثل ما رأينا قرارات الكنيست. ولكن كل ما تقوم به الكنيست بهذا الموضوع على سبيل المثال درعي يريد أن يكون رئيس الوزراء البديل حسب القانون، هذا يسمح لرئيس الوزراء بديل أن يترأس، لأن حسب القانون لوزير وزير لا يسمح أن يتبوى منصب وزير إذا قدمت ضده لوائح جنائية. وهو يريد أن يكون رئيس وزراء بديل، ولكن من أجل هذا الإجراء يترتب على الحكومة برئاسة نتنياهو أن تستقيل، ثم أن تقسم اليمين، ثم أن يعين درعي رئيس وزراء بديل. هذا الأمر غير محبذ على رئيس الوزراء، وأعتقد أن هذا غير مقبول أيضا من الناحية القانونية اليوم. ولذلك هناك إمكانيات لبحث بعودة درعي إلى سدة الحكم أن يكون وزير. على كل حال كل ما تقوم به الكنيست من قوانين سن قوانين بهذا الموضوع سيتم تقديم التماسات إلى محكمة العليا بحيث لا يستطيع أريا درعي أن يتبوء منصب وزير بسبب الملفات الجنائية التي قدمت له. هذه قضية أولى. هناك قضايا أخرى في الحكومة، على سبيل المثال الصدام الذي رأيناه من يوم الجمعة بين وزير الدفاع وبين الوزير في وزارة الدفاع سموتريتش بكل ما يتعلق بإخلاء المستوطنة العشوائية في السامرة، حيث تم أعطى أوعز وزير الدفاع بإخلاء هذه المستوطنة العشوائية، وسموتريتش التي ينتمي إلى المستوطنين رفض هذا الإجراء. وعليه سموتريتش لم يحضر اليوم جلسة الحكومة، وهناك تهديد بأن سموتريتش لن يصوت خلال هذا الأسبوع في عمليات التصويت إلى جانب الحكومة. هذه الحكومة رغم أنها هي يمينية والقاعدة قاعدتها يمينية، هي بعض الشيء مضعضعة، لأن في أي عالم لم نرى على سبيل المثال ثلاث وزراء في وزارة الدفاع وثلاث وزراء في وزارة المعارف. هذا الأمر يؤدي إلى تنافس بين الوزراء المختلفين. طيب سيد إيلي، ويؤدي إلى العديد من التوتر بين الوزراء، ورأينا ما حدث من يوم الجمعة واليوم بين وزير الدفاع وبين سموتريتش الذي يدعم المستوطنين. طيب خطط نتنياهو حول القضاء لا يزال يلاقي ردود فعل غاضبة في الشارع الإسرائيلي، برأيك لماذا يتمسك بتمرير هذا القرار رغم التحذيرات من أنه ذلك قد يتسبب بأزمة تاريخية في البلاد؟ سيدتي أنت تعلمين أنه منذ أكثر من 30 عاما عندما تبوأ رئيس محكمة العدل العليا أهرون باراك منصب رئيس المحكمة، هو انتزع بعض الصلاحيات من السلطة التشريعية إلى السلطة القضائية، والكل متفق بأنه يترتب إدخال إصلاحات على الجهاز القضائي في إسرائيل، الكل متفق على هذا الموضوع. ولكن الطريقة التي سار فيها وزير العدل الجديد ياريف ليفين في إسرائيل بأنه يريد في زي ما يقال في ضربة واحدة
المساس لمكانة النيابة العامة وتقليص قوة محكمة العدل العليا بسبب هذه الأمور، أو بدل ما أن يتقدم خطوة بعد خطوة لإصلاح الجهاز القضائي، هو أراد أن يعمل هذه الأمور بضربة واحدة. ولذلك هذا الأمر أثار غضب الشارع الإسرائيلي، والكل يعارض هذه، غالبية الشارع الإسرائيلي تعارض هذا الإجراء. ومن هنا نرى كل أسبوع يوم السبت مظاهرات ضخمة في تل أبيب وفي مدن أخرى في إسرائيل. على كل حال، الكنيست ورئيس الوزراء مصرين على سن هذه القوانين، وربما هذه القوانين سيتم تمريرها حتى نهاية الشهر الجاري. رغم المظاهرات التي نراها، الكل متمسك بموقفه، ولذلك رئيس الدولة هيرتسوك يتدخل بهذه الأمور لرأب الصدع بين المتخاصمين، خشية أن هذا الأمر يؤدي إلى المزيد من التوتر في صفوف الشعب الإسرائيلي. ولكن حتى الآن رئيس الدولة لم ينجح في مسعيه هذه. طيب سيدي لي، هل تتفق مع من يرون أنه نتنياهو يحاول من خلال هذه الخطط التغطية على الأزمة التي تلاحقه بقضايا الفساد؟ لا شك أن هذه الأمور نسمعها من قبل المعارضة بأن بسبب الملفات الجنائية التي قدمت ضد نتنياهو، وهي 3 ملفات 1000 و2000 و4000، يريد نتنياهو إضعاف مكانة الجهاز القضائي والنيابة العامة في إسرائيل، ولا شك أيضا إضعاف مكانة المحكمة العدل العليا. هذا ما تدعي به أو يقوله كل المعارضين بهذا الموضوع. رجال القضاء يقولون أن هذا هو السبب، لأن نتنياهو هناك حساب عسير بينه وبين جهاز القضاء الذي أراد حياكة هذه الملفات ضد نتنياهو. لن نرى ماذا يحدث في المحكمة التي تواصل عملها، المحكمة المركزية في أورشليم بهذا الموضوع. طيب سيدي إلي، يعني إذا ما استمرت هذه التظاهرات في إسرائيل، إلى أين سيتجه الوضع؟ هل من الممكن أن نشاهد تغييرات سياسية مع استمرار هذه التظاهرات؟ إذا استمرت هذه التظاهرات، هذا الأمر يؤدي إلى مزيد من الشرخ وتعميق النزاعات في صفوف الشعب في إسرائيل، وأحد لا يريد هذه الأمور أن تصل إلى هذا الوضع. ولذلك أعتقد على الكل أن يصل إلى الصواب الصحيح بهذا الموضوع، كي الأمور لا تتأزم في المجتمع الإسرائيلي، لأن الكل يخسر، والأعداء في إسرائيل خارج الدولة هم كثيرون، ويترتب الكل إعادة الحكمة والصواب الصحيح، بحيث لا تزيد التوترات والانقسامات كما رأيناها في الأيام الأخيرة في صفوف الشعب الإسرائيلي. أشكرك ضيفي من القدس، كنت معي إلي نيسان محلل سياسي.